مساء الخير اعزائي المشاهدين، واهلا وسهلا لحلقه جديده من جنرال فيو. برجع بذكر انه بشكر كل اللي عم يتواصلوا معنا، ان كان على تويتر او على الفيسبوك، حتى على التليفون بعد الاوقات والايميل، عم بيشكرونا على حلقات وبيعطوا ملاحظات، وهذا شيء طبيعي لانه نحن بالبرنامج في فريق عمل. هذا الفريق العمل ما بيعرف كل شيء ولكن بيبحث بكل شيء، واخر شيء بيعمل الصوره الماكرو، يعني بيعمل الصوره الاجماليه لحتى ننتج حلقه بنص ساعه نقدر نحكي. هلا في حدا عم يطلب منا نزيد الوقت شوي، ما فينا نزيدها لانه بيصفي هيفي البروجرام، وما فينا ننقصها لانه بيكون على حساب المضمون وما بنقدر نوصل الرساله اللي بدنا اياها. الحلقه مثل العاده اليوم فنزويلا، عنوان الحلقه فنزويلا وشافيز، لانه اليوم حدث موت الرئيس هيغو شافيز. مشان هيك مثل العادة مؤلفة من محورين، المحور الأول شافيز النموذج، والمحور الثاني فنزويلا بعد شافيز. خلينا نبلش بالمحور الأول. مثل ما حكينا القسم الأول هو حلقة اليوم عن شافيز الظاهرة. هو إنسان فقير، إنسان يساري، إنسان نموذج، ولكن إنسان عسكري وصل إلى السلطة مثل العالم العربي، ولكن الطريقة مختلفة لأنه الكونتكست تبعه أو الظروف الخاصة فيه لشافيز مختلفة تماماً. وعلى سبيل المثال الوصول إلى السلطة، هل كان كاريزماتي كما يقال عن شافيز؟ يقول المفكر الكبير ماكس فيبر، ماكس ويبر، أنه في شرعية للوصول إلى السلطة بتجي من ثلاث مصادر. الشرعية الأولى هي شرعية تقليدية تاريخية، يعني مات الملك عاش الملك، يعني الأمير يأتي بعد والده الملك. المصدر الثاني هي شرعية قانونية، يعني إذا عملنا انتخابات، بس مش الانتخابات اللبنانية منطمنكم، يعني إذا عملنا الانتخابات قد نصل إلى السلطة عبر هذه الانتخابات، نسميها نحن ليجل. أما المصدر الثالث وهو الكاريزما يلي بيحكي عنه ماكس ويبر للوصول إلى السلطة. والكاريزما مثل ما بنعرف هي كلمة يونانية، أنا بشوفها هي grace of God، يعني هي نعمة من الله. هلأ هاي الكاريزما تأتي يعني innate، يعني تأتي بالفطرة، تأتي مع الإنسان. إذا اقترنت بالثقافة والتجربة أنتجت قيادات تاريخية. وهنا عذرا يعني على سبيل المثال فخامة رئيس سليمان ببرنامج على مجلة على إذاعة زميلي لنا ببرنامج الزعيم، نحكي عن القيادة هي فن أو ليست فن. أنا أقول أن القيادة ليست فن، وقد يعني نحضر حلقة عن موضوع القيادة في مراحل لاحقة إذا طلبت منا. هل كان غاندي كاريزماتي أو جون كينيدي على سبيل المثال؟ الأنبياء كانوا أيضا كاريزماتيين، لأنه اليوم الكاريزماتي هو الفورس مالتيبلاير، يعني هي القوة اللي بتعطي دفع للقائد حتى يأثر بغيره، هي القدرة على التأثير بالآخر. إذا اقترنت بمشروع واقترنت بثقافة نصل إلى نتائج كثير مهمة. جمال عبد الناصر على سبيل المثال يعني كان كاريزماتي، ولكن الكاريزماتية الكبيرة تبعيته على صعيد العالم العربي والقومية العربية أنه خسر حرب 67 اللي هي النكسة، استقال، سارت شعوب العالم العربي تطالب بالعودة. شوف قديش كاريزماتي. فإذا الخطورة اليوم من الزعيم الكاريزماتي، الزعيم الكاريزماتي عادة يتماوه مع الشعبوية، البوبوليزم. يعني اليوم في كتير منا بالعالم العربي، والبوبوليزم حتى بأوروبا اليوم في عنا شعبوية كتير مهمة، يعني الحديث المباشر مع الشعب. الشعبوية هي أسلوب وليست إيديولوجية. الزعيم الكاريزماتي الشعبوي يتجاوز المؤسسات، يهمشها، خاصة بعد سقوطه ماذا يحصل؟ هون تقع الكارثة الكبرى ويبدأ الصراع على السلطة. هل شافيز كاريزماتي؟ نعم، ولكنه لم يتجنب شرك الشعبوية، وهو أيضا ضمن النموذج السياسي. اليوم في نموذج سياسي بالعالم زعيم كاريزماتي عنده الخطاب، عنده الحضور، عنده الثقافة، يصل إلى السلطة عبر المؤسسات. عندما يصل إلى السلطة عبر المؤسسات حتى لو كانت ديمقراطية الانتخابات، يعمل من ضمن النظام للبقاء في السلطة. اليوم في نموذج تاني لقاله، نعم، رجب الطيب إردوغان بتركيا يحاول تغيير الدستور لتحويله إلى نظام رئاسي واستمرار في الحكم. ولكن المهم عند شافيز اليوم أنه استعمل الثروة النفطية لأهداف جيوسياسية.
خلال حكمه يعني من العام 92 حتى مماته. وتقول الدراسات أنه جمع من النفط مبلغ قدره تريليون دولار، تأملوا تريليون دولار. ولكن اليوم شركة النفط الفنزويلية بعد فترة أصبحت بمديونية كتير كبيرة، 40 مليار دولار. حتى أنه الفورين دايركت انفستمنت الصيني أو الاستثمار الصيني، أصبحت الشركة الفنزويلية للنفط تعتمد على الميل الصيني. ما هو إنتاج فنزويلا وما هو احتياطها؟ هلأ قبل ما يعني نحكي عن احتياطها وفنزويلا، بدي هيك أحكي شوي صغيرة مثل ما قلنا بالجيوبوليتكس. هلأ بنرجع للإنتاج، بس بالجيوبوليتكس بيقولوا دايما الموقع هو الأساس، الموقع الجغرافي، التوبوغرافيا الداخلية، الأسس أو العوائق الجغرافية بتحدد السياسة الخارجية للدولة، بتحدد السياسة الدفاعية للدولة. ونحن لبنان لا نخرج عن هذا الإطار ولا دولة. إذا نطلع، إذا اعتبرنا هاي فنزويلا والبحر الكاريبي، جبل جبال بغرب فنزويلا، عندنا في الوسط حيث النفط الأساسي، على البحر الكاريبي، على البحر الكاريبي عندنا كاراكاس العاصمة. ولكن اللي بهمني أنا لحتى انتقل للمرحلة الثانية، إنه فنزويلا معزولة عن البرازيل بسلسلة من الجبال، وبنفس الوقت معزولة بالحوض الأمازون. وهذا أمر هلا رح نشوف نتائجه بعدين، إنه يجعل فنزويلا تنظر إلى البحر الكاريبي وظهرها إلى أمريكا اللاتينية، حتى لو حاول الرئيس شافيز أن يغير هذا الموضوع. مثل الهند التي تنظر إلى المحيط الهندي ويفصلها عن الصين سلسلة جبال الهيمالايا. بدي أرجع لموضوع النفط. كل بلد بالوستن هيمسفير أو بأمريكا اللاتينية أو بأمريكا الشمالية في يعني نفط، في كميات هائلة من النفط، أكثر بالمعنى الاحتياط يلي هي فنزويلا. عم نحكي عن 211 مليار، الانتاج 2.5 مليون يومية برميل. تقول دراسات أخرى أنه هي أكثر من 211 مليار proven reserve، يعني الاحتياط المعروف، حتى أنه أكثر من المملكة العربية السعودية يلي تعتبر نمبر 1 بالعالم بالاحتياط، 220-230 مليار. ولكن فنزويلا جزء أساسي منها. ما يميز فنزويلا عن غيرها أنه فنزويلا تستهلك أقل بكثير مما تنتج. هذا الأمر يلي بيخلي فنزويلا أن تكون قادرة على التصدير. يعني الكونسومشن هو بالأحمر والأخضر هو الإنتاج، بيكون عندها كمية مهمة للتصدير. ولكن اليوم مثل ما حكينا قبل شوي، هذا الفائض يستعمل في المشاريع الداخلية بالنسبة لهوغو شافيز، وحتى للأهداف الخارجية. ما هي وجهة تصدير النفط؟ هون بدي يعني بدي أعمل ويندو بسيط صغير وأقول إنه مشروعه لشافيز، إذا كان العداوة مع أمريكا رح نشوفها بعد شوي، خلينا نشوف الوجهة التصدير للنفط يلي هو مرتبط بالواقع الجغرافي تبع فنزويلا. يعني بالبحر الكاريبي 31%، بالولايات المتحدة الأمريكية 40%، للصين 10%، لأنه الواقع الجغرافي هو جزء أساسي من عملية الجيوبوليتكس أو جيوسياسي النفط بالعالم. الصين المسافة كتير بعيدة، حتى لو كان شافيز أراد أن تكون جزء أساسي من لعبته ضد الإمبريالية كما سميها، 40% للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا فرجيته بأول فيديو، أنه النظرة هي باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. اثنين، نوعية النفط الفنزويلي هو هيفي، يستلزم مصافي وليست متوفرة إلا في أمريكا. حتى أنه بالعام 2020 هون معضلة كمان ستواجهها فنزويلا، أنه أمريكا ستصبح مصدرة للطاقة، فماذا ستفعل فنزويلا؟ على سبيل المثال، مثل ما قلنا أنه النفط اللي عم بيطلع المصاري أو الأموال الآتية اللي حكينا بخلال عهده أو حكمه تريليون دولار، عنده أسلوب معين، وهيدي قريتها مؤخرا يعني دراسة، أنه هوغو شافيز يصدر إلى العالم الحرب من النوع الرابع، يعني fourth generation warfare،
الحرب الأولى هي كانت الحرب أيام الثورة الزراعية، الحرب نابليون هي كانت الجيل الثاني، وحرب الثالث هي الحرب العالمية الثانية والأولى، وحتى وصلنا لحرب الخليج. اليوم بنحكى أنه الجيل الرابع، الجيل الرابع يعتمد على النفط لأهداف سياسية والحرب بطريقة مختلفة عن الحروب اللي عهدناها. أسلوبه لشافيز هو كاريزماتي، محب للإعلام، خطب قد تطول ساعات وساعات، كان لديه برنامج تلفزيوني تحت عنوان ألو بريزيدنتي على سبيل المثال 14 سنة من الحكم، الفترة اللي ظهر فيها على الهواء إذا جمعناها بيطلعوا 7 أشهر. كان يحب أن ينادى بالكوماندانتي، فهو تلميذ كاسترو المصدر الأكبر لتصدير النفط الفنزويلي هو لأمريكا مثل ما حكينا. يبقى التحدي اليوم السياسة الكبرى تبعيته لشافيز هو تحدي سياسة أمريكا ومحاولة هيمنتها على العالم وخاصة على أمريكا اللاتينية. كان عنده موقف من بوش كتير عدائي، خلينا نشوفه بهالفيديوز القصير. The hegemonistic pretensions of the American empire are placing at risk the very survival of the human species. We continue to warn you about this danger and we appeal to the people of the United States and the world to halt this threat, which is like a sword hanging over our heads. The devil came here yesterday. Yesterday, the devil came here, right here, right here, and it smells of sulfur still today. This table that I am now standing in front of. Yesterday, ladies and gentlemen, from this rostrum, the President of the United States, the gentleman to whom I refer as the devil, came here talking as if he owned the world, truly as the owner of the world. I think we could call a psychiatrist to analyze yesterday's statement made by the President of the United States. As the spokesman of imperialism, he came to share his nostrums, to try to preserve the current pattern of domination, exploitation, and pillage of the peoples of the world. فإذا موقف الرئيس هوغو شافيز من الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بالحرب على العراق وحتى بالحرب الإسرائيلية على كان له موقف أساسي من الصراع العربي الإسرائيلي. الأهم من هيك أنه كان يريد معاندة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الحسنة والسيئة في نفس الوقت لشافيز أو لفنزويلا هو القرب الجغرافي. اليوم لما بنحكى عن الولايات المتحدة الأمريكية بنحكى عن فنزويلا، بنعرف أنه بالألف وبالقرن التاسع عشر جيمس مونرو يلي عمل عقيدة مونرو الشهيرة أنه اعتبر البحر الكاريبي هو منطقة نفوذ أساسية للولايات المتحدة الأمريكية، وفنزويلا من ضمن يعني النفوذ. بنفس الوقت فنزويلا، كولومبيا وبنما كانال شغلة كتير مهمة للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية يقال عنا أنه هي تو أوشن ستيت، يعني تضل على الأطلسي وتطل على الهادئ، وبنما هي جزء أساسي يربط الشرق بالغرب للولايات المتحدة الأمريكية. هون يبقى التحدي، وهذا الولايات المتحدة الأمريكية ما بعتقد أنه تسمح لشافيز أن يتحدى، وكأنه اليوم يلعب الرئيس شافيز بلعبة كبيرة بوسائل أصغر منه. بنفس الوقت حاول أن يقوم بالمشروع البوليفاري، يعني هو متأثر بسيمون دو بوليفار يلي حرر أكثر من 7 دول بأمريكا اللاتينية، هو فنزويلي، يعني دائما يتحدث عن بوليفار كمشروع أساسي لطرد الاستعمار. مع بوليفار الاستعمار الإسباني، ولكن معه بالنسبة له الاستعمار الأمريكي، يحاول أن يسيطر أو يقوم بتحالف أساسي لدول المنطقة، دومينيكان ريبوبليك، هايتي، كوبا، هندوراس، نيكاراغوا، وبوليفيا. وهون إذا نجي على كوبا، الكوبا يعني الرئيس كاسترو هو السبونسر تبع الرئيس هوغو شافيز، هو النموذج تبعه.
الخطورة أنه كوبا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في عنا الاستراتيجيك باسج بين فلوريدا أو الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا يلي بيخدنا على خليج المكسيك يلي هو أكثر منطقة أساسية حيوية تعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية خاصة إذا ربطناها بقناة بنما. فإذا اليوم التحدي الفنزويلي للولايات المتحدة الأمريكية هو تحدي يعني بالخطاب ولكن لم يتجسد على أرض الواقع لأنه اليوم ما فيك تقاتل دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية بوسائل صغيرة واعتمد بالمقاربة تبعيته البعد الإنساني أنه هذا التحالف لهالدول القلبة سميها يلي هو إنساني اجتماعي يهدف إلى خدمة الإنسان لا للربح. يعني عندنا الطبابة عندنا التعليم مقابل فقط يعني مقابل نفط يعني يعطي النفط مشان هيك قلنا يستعمل النفط بالأهداف الجيوسياسية حتى أنه ابتكر عملة بديلة عن الدولار فقط لإزعاج الولايات المتحدة الأمريكية للتبادل اسمها سكر تستعمل للتبادل التجاري بين مجموعة هذه الدول بدل الدولار. بنفس الوقت يعني يعتبر شافيز أنه كل مؤسسة قامت بإنشائها الولايات المتحدة الأمريكية هي مؤسسة رأسمالية صندوق النقد الدولي البنك الدولي يعتبرها وسائل استعمارية تستعمل ضد الدول الفقيرة. وعلى سبيل المثال لإثبات موقعه وحضوره انسحب من صندوق النقد الدولي بعد تسديد ديون الولايات المتحدة الأمريكية. هلأ أيضا في البعد أو في الدائرة الكبرى كي يتوازن مع الولايات المتحدة الأمريكية حاول جلب الصين وروسيا إلى فنزويلا وصار في تبادل تجاري كتير مهم يعني انتقل من 500 مليون دولار بال99 مع الصين إلى 7.5 مليار بال2009 حتى أنه دعا البحرية الروسية سفينة بيتر دي جريت اجت على المرافق الفنزويلية ولكن بيعرف يعني اليوم تبدل العالم الحرب الباردة قد ولت والبحرية الروسية أصبحت شبه بحرية وأن عامل التوازن مع أمريكا له علاقة بالنظام الدولي وتركيبته. فإذا اليوم لما بنحكي عن موضوع فنزويلا والصراع يعني الرئيس شافيز حاول أن يكون نموذج يساري في خدمة الإنسان استعمال النفط لأهداف إنسانية ولتصدير الحرب من الجيل الرابع. وقف مع الإعلان ونتابع القسم الثاني من محطة شافيز. عودة مع المحور الثاني شافيز يوغو شافيز الإيديولوجية اليسارية ولكن قبل ما يعني ننتقل للإيديولوجية الخاصة فيه لأنه رح بقرأ شغلة مهمة بدي بس لما حكينا عن الولايات المتحدة الأمريكية ومناطق النفوذ تبعيتها اليوم وتأثيرها خاصة عقيدة جيمس مونرو اليوم يعني بعد إذا عم نحكي بعد 100 سنة أو 200 سنة تقريبا بشرق آسيا الصين اليوم في صراع على الجزر في صراع على الطاقة الموجودة ببحر الصين وبحر اليابان تحاول الصين اليوم أن تحدد لنفسها منطقة نفوذ أساسية وفي صراع على السفن على الجزر الصغيرة مثل ما قلنا مع اليابان وحتى مع كوريا مع الفلبين مع فيتنام. يعني قد نأتي إلى مرحلة وهيدي رح بعمل عنا حلقة خاصة لأنه انطلبت من الكثير من المشاهدين رح نعمل عنا حلقة خاصة ولكن تماثلا مع عقيدة مونرو ومنطقة النفوذ دائما الدول الكبرى الصاعدة تحاول أن تحدد لنفسها منطقة نفوذ أنه هذه المنطقة خاصة إلي أنا خاصة اليوم أنه فيها ثروات طبيعية هائلة تقدر بالآلاف ومليارات الكيوبيك متر من الغاز وحتى من مليارات براميل النفط. برجع للإيديولوجية اليسارية اليوم كمان بدي أشكر فريق العمل جو وليزا حضروا لنا يعني بحبب أراهم شو معنات الإيديولوجية تبعيتها لأنه شغلة كتير مهمة. إيديولوجية هيوغو شافيز بالنسبة له اللينينية الماركسية أو الماركسية اللينينية فشلت لكنها لم تزل قائمة يعني اليسار بالعالم لم يزل قائما. النظام الحالي يسيطر عليه الغرب وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا الهدف بالنسبة لهيوغو شافيز هو التدمير لإعادة البناء. لكن كيف؟ يحدد شافيز الحرب على أنها من الجيل الرابع مثل ما قلنا فورث جينيريشنال وورفير المقومات تبعيتها وشغلة كتير مهمة هذه قد يعني تكون صالحة لأي بلد من البلدين. أولا رفع مستوى الوعي الأويرنس الكونشسنس شغلة كتير مهمة.
عبر الخطب عبر الميديا مثل ما قلنا انه 7 أشهر تراكمات خلال 14 سنه ظهور على الهواء. الو بريزيدنتي، خطاب قد يطول من الصبح وحتى المساء. المال والنفط، ولكن المال والنفط يستلزم ان يكون هناك ليونه عاليه لدى شافيز. مشان هيك عندما وصل الى السلطه حاول السيطره عليها وودع او عسكر الدوله بطريقه معينه، ولكنها ترك فنزويلا مختلفه كما رح نشوفها بعده فيديو. الاجي برو يعني الاجيتيشن والبروباغندا، هاي شغله كثير مهمه. الاجيتيشن والبروباغندا، دعم اللاعبين من خارج اطار الدوله، نون ستيت اكتر على سبيل المثال، خلخلت النظم البرجوازية، سقوط الدولة وخلق أنظمة جديدة معادية للغرب خاصة للولايات المتحدة الأمريكية. يعني حاطت رأسه برأس الولايات المتحدة الأمريكية. مش هناك شفنا بالفيديو كيف هدد وقال عن رئيس بوش أنه هو الإيفل. الوسائل عسكرية وغير عسكرية، سيكولوجية وسياسية، وبروتراكتد يعني لفترات طويلة، والصبر. يعني هذا الموضوع أعزائي المشاهدين لما بنحكي عنه بالمعنى الإيديولوجي، هذا أمر اليوم مش بس شافيز يستعمله، موجود بكل بلدان العالم، بكل مناطق بالعالم حيث الصراعات، وحتى بمنطقة المنطقة يعني الشرق الأوسط. اللاعبين من خارج إطار الدولة، يعني حزب الله مع إسرائيل، حماس مع إسرائيل، اللي عم بيصير باليمن، اللي عم بيصير بالدول العربية، وعملنا حلقات كثيرة عنها، هيدي العقلية تبعيته. هلأ يبقى أنه يقول الفيلسوف أنه هيدي العقلية تبعيته، هيدي الإيديولوجية تبعيته. يقول الفيلسوف السلوفيني سيزك، يلي هو يقال عنه the most dangerous philosopher of the 21st century، أخطر فيلسوف بالقرن 21، أنه الإيديولوجية موجودة فوق بالبعد الأبستراكت. كل ما نزلنا إلى مستوى التطبيق تتشتت وتنزل من عليائها عندما تدخل حيز التطبيق والنجاح. والنجاح عادة بالإيديولوجية عادة غير مضمون، لأن لا متوقع له تأثير كبير. يوصف شافيز على أنه يمثل اليسار في أمريكا اللاتينية، لكن يساره أو اللفت يختلف عن يسار على سبيل المثال الرئيس البرازيلي لويس دا لولا دا سيلفا. اثنيناتهم غيرا المجتمعات، غيرا مجتمعهما، لكن الفارق في الأسلوب. يعني اليوم شافيز يعادل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا الأمر يختلف تمام. البرازيل برتغالية إسبانية، أما فيرسز إسبانية، يعني فنزويلا إسبانية، البرازيل برتغالية. عندنا السامبا على سبيل النكتة، سامبا مقابل السالسا. كرة القدم بالبرازيل، بيسبول بفنزويلا، لأنه أراد أن يكون لاعب شافيز بوقت من الأوقات، أراد أن يكون لاعب بيسبول محترف. شافيز ساعد الفقير لكن على حساب الاقتصاد، هلأ منشوف النتيجة. عكس البرازيل، أتى ديمقراطيا أيضا ولكنه قسم فنزويلا. اليوم في عنا تقريبا نصف فنزويلا ضد شافيز والباقي مع الرئيس شافيز. حكم ديكتاتوريا، أما أسلوب البرازيل فهو معاكس، هو أقرب إلى الغرب. بيقولوا دائما بالغرب not checks and balances، يعني ما في محاسبة. بالنسبة لفنزويلا top down، يعني ببلش من فوق هو السلطة وبينزل نزول. بالبرازيل مختلف تماما، هي bottom up. فإذا في أسلوبين من الحكم. أوصى شافيز بخليفته مادورا، نيكولا مادورا. أما لولا فأوصى بروسيف، ولكن روسيف اليوم ناجحة وقد يعني تأتي بمكان آخر. حتى أنه مادورا أتى إلى الحكم بالمحكمة العليا، تسلم زمام الحكم بعكس ما طبق ما ينص عليه الدستور، لأنه الدستور يقول أنه رئيس المجلس النيابي هو الذي يستلم. شافيز عسكري سابق، دا سيلفا نقابي سابق. شافيز أراد حربا مع أمريكا، دا سيلفا أراد برازيل دولة عظمى، وأراد أن يلعب دور كثير كبير بالعالم. نعرف أنه التوسط لدى إيران بموضوع النووي وتخصيب 20% نقلة. إذن شافيز يلعب لعبة كبرى بوسائل متواضعة، ولكن عندما وصل السلطة شافيز أراد تغييرا مثل ما قلنا بالأسلوب تبعه للبقاء في السلطة إلى أجر غير مسمى. رجب طيب أردوغان كمان حكينا عنه، والكثير من القيادات الإفريقية والعربية. شو الجيوبوليتكس تبع البرازيل مثل ما حكينا، عفوا فنزويلا حكيناها، الموقع، وحكينا عن كل التفاصيل اللي علاقة بفنزويلا. ولكن هلأ بدنا نشوف شو لعب
شو هي المهم؟ هل مرحلة ما بعد شافيز بفنزويلا أو بالعالم ستكون مرحلة تتابع الثورة؟ يقول شافيز أنه أنا بدأت الثورة ولكن لن يستطيع أحد في العالم أن ينهيها. الشيء المهم أنه لم يترك فنزويلا كما استلمها، خاصة في الواقع الداخلي بالنسبة لفنزويلا. فإذا بمعنى في حسنات وفي سيئات، لها علاقة مهمة كتير، حسنات وسيئات بالنسبة لحكم الرئيس هوغو شافيز. بنحكي عن البوفرتي ريت، يعني بيقال انه 20 ل 30% بالبرازيل دلولة شالون من خط الفقر، يعني في يعني تأثر كتير. وكمان بنفس الوقت بفنزويلا، بفنزويلا صار في نقلة نوعية كتير مهمة على صعيد الفقر. بنشوف فنزويلا كان عم ينحكى تقريبا نسبة عالية من الفقراء بال 2002 يلي هو الأحمر الفاتح، الأحمر الغامق بال 2011 مع الرئيس شافيز يعني تراجعت تماما. ولكن الخطورة عند الرئيس شافيز هو الكالت اوف ذا بيرسوناليتي، يعني هو يعني يريد أن يكون الشخص عبادة الشخص، وهذا موضوع كتير كتير مهم. الشيء الثاني، مرحلة ما قبل شافيز وبعد شافيز. كمان قبل شافيز وبعد شافيز الـ unemployment أو البطالة أو نسبة العاملين العاطلين عن العمل، قبل الرئيس شافيز عم نحكي بـ 14.5% بالـ 99. مع الرئيس شافيز اليوم بالـ 2009 لهلأ، يعني هالمعلومات اللي شفناها بالمراجع، عم ينحكى 7.6%. هيدي شغلة كتير مهمة، بس ولكن تعتمد فنزويلا أكثر ما تعتمد على النفط، وعم ينحكى عن تريليون دولار إنتاج أساسي حتى الآن صرف أغلبه بتبادل تمايز تجاري خاصة مع كوبا. ولكن كوبا بنفس الوقت هي عطيت للرئيس شافيز الأطباء، عطتهم الانتليجنس، دربت العسكر، وهن اللي ناس فنزويلا أو الكوبا هي يلي أفشلت الانقلاب العام 2002 على الرئيس شافيز. البر كابيتا، جي دي بير كابيتا، الدخل الفردي قبله بال 4000 دولار، معه بال 10800، وهيدي شغله كثير مهمه. كمان بعد اخر كيف ترك فنزويلا عم نشوف هلا، شغله كثير مهمه، التضخم مع الرئيس قبل الرئيس شافيز عم نحكي ب 23%، معه صار في اكثر تضخم، وهذا امر منه سيؤدي الى مشاكل على صبي على بالمراحل القادمه. معدل وفاه الاطفال بالالف معه قبله كان بال 20 عم ينحكى ب 13. هذه شغله كثير مهمه، يعني عم نحكي عن رفع مستوى الـ يعني الاويرنس، مستوى الطبابه، مستوى العنايه، وبالتالي مستوى المعيشه بفنزويلا. اخيرا وليس اخرا، موضوع الكورنسي اللي هو البوليفار، عمله البوليفار تيمنا بسيمون دو بوليفار، كل 4.3 دولار عفوا بوليفار لتساوي دولار واحد. المشكلة اليوم انه صار في ديفالويشن، يعني تخفض قيمة العملة اكثر من 4 مرات مع الرئيس شافيز. فاذا هيدا معدل الجريمة، وهيدي كثير يعني ينتقد عليها الرئيس شافيز. معدل الجريمة قبله كان 25 بال 99، عم نحكي معه هو صار اكثر. ويتهم انه كمان البوطه المحيطه فيه او الجنتة المحيطه فيه للرئيس شافيز استفاد كثير من الفساد ومن الاموال. البوفرتي صارت 23%، معه 8.5% نزلت، يعني شيء كثير مهم. الاويل اكسبورت عم ينحكى ب 99 كان 14.4 بليون دولار، بال 2011 عم ينحكى بال 60 بليون دولار، ولكن هل هال 60 بليون دولار هن موجودين فعلا للشعب الفنزويلي، والا من ضمن مشروعه الاقليمي؟ انا بعتقد انه هو من ضمن مشروعه الاقليمي، لانه قلنا موضوع الاقليمي مثل ما قلت عنا بالايديولوجيه تبعيته من خلال قراءات فريق العمل معنا، انه مساعدات خارجيه ولكن في تاثير داخلي. يبقى اليوم استلم مادورا، طيب شو تاثيره؟
هل سيتابع؟ مثل ما قلنا أنه الإيديولوجية مع الرئيس الأساسي أدت إلى فنزويلا بمشاكل، ولكن كيف مع الرئيس البديل؟ هل ستأتي بالمرحلة القادمة إلى مشاكل بين مادورو يلي كان سائق باص واستلم اليوم الحكم لأنه تعرف عليه بالسجن بالعام 92، وهل له علاقة مع العسكر؟ منه عسكري، يعني شافيز هو عسكري قدر أن يسيطر على الدولة. يبقى أخيرا وليس آخرا أنه رئيس شافيز سيحنط وسيوضع بالكلية الحربية حيث بدأت مسيرته، وذلك على غرار فلاديمير لينين إيفا بيرون. لكن يبقى السؤال، هل سيبقى الفنزويليين يعبدون الشخص أو الكالت of the personality؟ وهل هو قائمة بالقرن 21 الكالت of the personality؟ مشان هيك بس حبيت قبل ما نخلص الحلقة نمرق فيديو بسيط بين الكينج خوان كارلوس شو قال له للرئيس شافيز بمؤتمر معين. خلينا نشوف الفيديو القصير. Ha estat en el moment en què José Luis Rodríguez Zapatero demanava respecte per l'expresident José María Aznar. Hugo Chávez l'havia qualificat de feixista i no s'ha pogut estar de continuar les seves crítiques tot interrompre Zapatero. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo exijo ese respeto por una razón además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Tot i l'avís del rei, Chávez ha atacat de nou Aznar. Presidente Hugo Chávez. Podrá ser español el presidente Aznar, pero es un fascista y es un falta de respeto. Finalment, el president espanyol ha fet una crida al respecte que ha estat aplaudida pels assistents. Las formas dan el ser a las cosas. Y se puede discrepar radicalmente de todo respetando a las personas. Ese es el principio para que uno luego pueda ser respetado. Y estoy seguro que toda esta mesa y todos los latinoamericanos quieren que todos los gobernantes democráticos que estamos aquí en representación del pueblo seamos respetados hoy y mañana. Aunque discrepemos profundamente de las ideas que tengamos. Però després de l'incident han continuat les crítiques cap al govern espanyol, aquesta vegada per part de Daniel Ortega, el president de Nicaragua. Ortega criticava la intervenció de l'ambaixador espanyol a Nicaragua i l'acusava de conspiració contra els sandinistes. Ha estat aleshores quan el rei Joan Carles s'ha aixecat i ha abandonat la reunió. يعني بالفيديو العلاقة بين المستعمر والمستعمر، يعني شافيز مستعمرة إسبانية كانت، وخوان كارلوس يلي هو كان المستعمر بالقرن الثامن عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر. حتى بنشوف العلاقة بين اثنين، حتى اضطر يقول له انه شراب، يعني فلتسكت خليه يحكي رئيس الوزراء الإسباني زاباتيرو. كمان بسياق الحلقة شفنا انه من احدى اهم الاستراتيجيات الاساسيه تبعيته فك العزله عنه للرئيس هوغو شافيز او فنزويلا، تحالف مع اعداء الولايات المتحده الامريكيه، والخاسر الاكبر اليوم او الزعلان الاكبر اليوم على موت شافيز هو الرئيس احمد نجاد. خلينا نشوف رئيس احمد نجاد بفيديو كمان قصير بالتعازي بفنزويلا. Entre muchos que se conservan del libertador. Y llamamos al señor Mahmoud Ahmadinejad, presidente de la República Islámica de Irán. والصورة اللي نشرت للرئيس أحمد نجاد يسلم عن قرب على زوجة الرئيس هوغو شافيز أثارت جدلا كتير كبير، منهم من قال إنه صورة مركبة، ولكن أثارت جدل أساسي، وهذا قد يأخذنا إلى الوضع الإيراني بالداخل، قد يكون هناك حلقة عنه. هيك مع التعازي للرئيس أحمد نجاد كل خلصنا من القسم الثاني من الحلقة. أعزائي المشاهدين، هيك بنكون خلصت الحلقة، حكينا فيها عن هوغو شافيز، لأنه مثل ما متفقين نحن وياكم انه لما بيكون في حدث اساسي بنعمل عنه جنرال فيو. حكينا عن شافيز، حكينا عن المشروع، حكينا عن الايديولوجية، حكينا عن العلاقات الداخليه، شو عمل رفع الفقر، انقاذ فنزويلا، معاداه الولايات المتحده الامريكيه، التحالفات مع الخارج. يبقى اليوم انه ماذا هي المرحله
او صوره المرحله اللي فنزويلا بمرحله ما بعد الرئيس هوغو شافيز، ولكن نحن في البرنامج نتمنى الخير لفنزويلا، خاصه انه فيها الكثير من اللبنانيين. وعليه الى اللقاء في الحلقات القادمه.